بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيقول الأديب العالمي برنارد شو: هناك أناس تحدثهم عن اليأس فيحدثونك عن الأمل، هؤلاء هم من نحتاجهم بالقرب منا دائما. ليست حكايات ولكن حكايات الناس. حكايات الناس. حكايات الناس. أوجاع. أوجاع. أحلام. أحلام. حكايات الناس لا تنتهي. أعمارنا حروف، أيامنا حكايات، لا تكسر أقلامنا. اقرأ الحكايات لأنها ليست حكايات ولكن يرويها ماجد عبد الله. قبل ما نبدأ حكايات الليلة، أوصيكم بفلترة من نتعامل معهم من وقت لآخر، والتخلص ممن يتسببون بإجهادنا دون أن نخبرهم. لا ينطبق هذا مع صلة الأرحام، فلا بد من وصلهم مهما كانت المضايقات. هذه وصية الكاتبة نجلاء محفوظ، أنقلها لكم كما جاءت. نبدأ أول حكايتنا التي هي ليست حكايات ولكن. بتقول: خطيبي بيقول لي عاوزك كلبة. ده عنوان الرسالة، خطيبها عاوزها كلبة. نقرأ نص الرسالة اللي بتقول ابنتنا التي كتبت هذه الرسالة. بتقول: أنا تعبت نفسيا جدا، خطيبي متسلط، بيفرض رأيه عليا في كل حاجة صح أو غلط، ولو حبيت أناقشه بيشتمني ويقول لي أنت تقولي حاضر وبس. أنا عايزك كلبة تسمع الكلام وما تتناقش، وبيعتبر رفضي ونقاشي أني اتغيرت وأني بخونه وأني ما بقتش بحبه، وحاجات بتهد وتوجع القلب. أنا تعبت قوي ومش عارفة أتصرف. طبعا أي حد لازم يتعب لما حد يقول له كده. أنا في أشد الاحتياج للمشورة، لأني في أسوأ حالاتي، أظنني مقدمة على الموت، يا رب سلم. أكيد بنتنا اللي سمحت أن يصفها هذا الخطيب بأنها كلبة، أكيد بنتنا هذه اللي وصفها مجرد خطيب بأنها ليست إنسان وإنه عاوزها تطيع دون نقاش، لابد أن تصل إلى نقطة اللا عودة، إلى نقطة رفض الحياة، أو على الأقل رفضها لذاتها اللي سمحت لإنسان أيا كان هذا الإنسان يرفع عنها الصفة العليا التي خلقها عليها الله سبحانه وتعالى، الإنسانية. الإنسان هو أعز ما خلق الله، فإذا قبلنا بأقل من هذا علينا أن نعلم أننا رفضنا هبة الله سبحانه وتنازلنا عنها وعن عطاء الله لنا. سألتها: هل هذا أسلوبه منذ البداية أم تغير، وكيف تتصرفين مع شتائمه؟ لما بيشتمك بتقولي إيه وبتعملي إيه، بتتصرف إزاي؟ قالت: أسلوبه من البداية هكذا، وعندما أعترض تزداد شتائمه حتى أنهار تماما، وأدافع عن نفسي ولكن في حدود الأدب، وفي النهاية يوبخني ويشتمني ويصفني بالشرشوحة. ولفظ شرشوحة لحبايبنا من العرب الذين لا يعرفوا هذا اللفظ، هو لفظ سيء جدا، وهو يطلق فقط على يعني أبناء الشوارع، البنت اللي تربت في الشوارع. مصر بيسموا البنت اللي ملهاش أهل واللي بتتصرف تصرفات غير مسؤولة إنها شرشوحة، يعني أقرب ما تكون لفتاة الليل. حضرتك واخد بالك وحضرتك واخد بالك خطيبها وصفها بإيه؟ خطيبها اللي عايز يبقى زوجها في المستقبل وصفها بإنها شرشوحة. هو عاوز يتجوز واحدة فتاة ليل ليه؟ بتقول بنتنا وبتكمل: بالإضافة إلى أنه يرفض أن أعمل، مش عايزها تشتغل، أنا حديثة التخرج ومتفوقة جداً. في البداية كان بيقول لي مش هحرمك من حاجة نفسك فيها، ثم لو شغل حكومي ماشي، ثم هخليك تشتغلي لحد ما يجي ولي العهد يا حلاوتك،
والآن ما فيش شغل، وإذا ناقشته في الأمر يكون ردة فعله أنه يقول الموضوع ده اتقفل وما تتكلميش فيه، بتأكد أنها كانت متفوقة دراسيا جدا وطموحة جدا. بتقول أشعر أن روحي ذهبت ولم تعد إلى جسدي مرة أخرى. ليه كده؟ ليه بنعمل في بنات الناس كده؟ ليه بنعمل في أنفسنا كده؟ بتقول يرفض ذهابي إلى أي مكان دون أن يبالي بموقفي أمام أهلي حين أرفض الخروج معهم، لأنها بتبقى عايزة تخرج حتى مع أهلها ويرفض أنها تخرج مع أهلها. حضرتك وحضرتك شفتوا مدى التحكم والتجبر والتكبر الذي مقبل عليه هذا الخطيب اللي لسه ملوش أي صفة، مجرد خطيب واحد جاي يقول أنا عايز أتعرف على بنتكم عشان أتجوزها وعشان أقدر أتعرف عليها كويسة وفترة خطوبة نتعرف على بعض فيها. يعني اللي هو زوجها ولا هو بينفق عليها ولا هي عايشة في حياته، أمال لما تخش بيته هيعمل فيها إيه؟ بتقول أني مضطرة أنفذ هذا الكلام وهذه الأوامر حتى وصل الأمر أنه منعني من حضور فرح أختي، زواج أختها، فرح زواج أختها منعها أنها تروح تحضر الفرح. وحين أعترض يبدأ في الإهانة بشكل قذر، هكذا وصفت، أشعر وهو يتحدث أن بداخله كمية غل كبيرة جدا مني، ومع هذا فهو يفرح حين أفرح ويتشاجر مع عائلته لأجلي ولا يسمح لمخلوق بذكر اسمي. دي اسمها أنانية، دي اسمها يا بنتي حب التملك. هو أنت بالنسبة له أصبحت سيارة أو كرسي أو أي حاجة امتلكها، ومثل هذا الشخص الذي يمتلك الأشياء يحب أن لا يأتي أحد ويقترب مما امتلك. يعني لو كان عنده لعبة وهو صغير وما بيلعبش بيها وحد حب يبصلها أو يقرب منها، هذه النوعية من البشر يجري بسرعة وياخد اللعبة ويتخانق مع اللي عايز يلعب بيها رغم أنه أصلا ما بيستخدمهاش. يعني مش حب، ده اسمه حب تملك. فلو قبلت أنك تكوني مجرد شيء يتم تملكه توكلي على الله وتخبي وتجوزي وكملي معاه، لأنك مش تقدري تكملي. هذا الارتباط لا أستطيع أن أنهيه، أريد أن أقتله حقا، والله أريد أن أطعن قلبه طعنة مقابل كل شيء. قالت جملة هنا في غاية الخطورة، بتقول هذا الارتباط لا أستطيع أن أنهيه. ليه؟ عمل معك إيه يخليك ممسوكة قوي كده؟ هل أخطأت معاه؟ هل غلطت معاه؟ هل فرطت في شرفك معاه؟ هذه رسالة ليس لبنتنا فقط ولكن لكل بنت مقبلة على الزواج وهي مجرد خطيبة أو حتى مكتوب كتابها وموجودة في بيت أهلها. إياك حد يلمس جسمك، جسمك مش ملكك، ده ملك أمك وأبوك وأخوك وجدك وعمك وعمتك وعيالك اللي لسه جايين. شرفك مش ملكك، إياك حد يلمس شرفك، ده مجرد خطيب. وإن شاء الله ما تكونيش أخطأت معاه، وإن شاء الله يكون عدم قدرتك على الانفكاك منه مسألة نفسية وليست جسدية لها علاقة بالشرف. بتقول هذا الارتباط لا أستطيع أن أنهيه، أريد أن أقتله حقا، والله أريد أن أطعن قلبه طعنة مقابل كل إساءة. شفتوا اللي داخل على الزواج ولسه بتتخطب وعايزة تقتل اللي بيخطبها، ليه وصلها للدرجة دي؟ ليه تعمل كده في بنت الناس؟ كل مرة أساء الظن فيا أريد أن أطعنه في مقابلها، كل مرة كسرني بكلماته الجارحة أريد أن أطعنه في مقابلها. آه وألف آه. الآه بتاعتها اللي كتباها، كتباها ألف ممدودة كتير جدا وفي نهايتها الهاء، يعني متألمة وبتشرح الألم بشدة. بنتنا عايزة تكمل حياتها مع هذا الخطيب، لكن هذا الخطيب اللي أهانها واللي أساء إليها واللي أساء إلى كرامتها واللي أساء إلى محبتها اللي أحبتها له مش عارفة تتخلص. إن شاء الله تكون مش عارفة تتخلص من المشاعر مش من خطأ زي ما قلنا. وقبل ما نرد على بنتنا التي أحبت شخص ما أكثر مما أحبت نفسها واحترمت رغبات هذا الشخص أكثر مما احترمت نفسها وأهلها ودينها ومجتمعها، أقول لهذا الشاب ابحث داخل نفسك عن أسباب المرض الذي تعاني منه. أنت مريض، انت يا ابني لست سويا. انتبه لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال
استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عندكم عوان، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، أي أن المرأة عند الرجل أمانة تعينه على الحياة، ولها عندك المعاملة الحسنة والإنفاق الحسن وعدم التكبر. هل تعرف متى قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الحديث؟ الرسول الكريم الذي كرم المرأة قاله في حجة الوداع، آخر وصايا الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن يغادر الدنيا، كان أن يوصينا بالمرأة لأنها أمانة في أعناقنا. المرأة هذه بنتي أو زوجتي أو أمي أو خالتي، أي امرأة موجودة في كنفي فهي أمانة عندي، حتى الخادمة التي أستخدمها بمقابل مادي هي أمانة في رقبتي. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال أنهن أمانة في أعناقنا. فهل أنت رجل؟ وهل أنت حقا أهلا لحفظ الأمانة؟ وقال كمان رفقا بالقوارير صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا في وصف دقيق جدا للرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم للمرأة، وصف الست المرأة البنت بالقارورة، أي بالزجاج، القارورة الزجاج التي يمكن أن تكسر إذا لم يتم الاعتناء بها والحفاظ عليها. فهل بالسب والشتيمة والوصف السيء نحافظ على هذه القارورة؟ هل ننفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرأة بأن نهينها ونتكبر عليها؟ أنا أذكرك بالله، إن كنت مسلما وإن لم تكن فأذكرك بأنك إنسان، وليعلم كل رجل أن هذه الشدة المرضية لا تحافظ أبدا على مرأة، ولا تجعل المرأة أبدا تحافظ على شرفها وعلى شرفك. انتبه، الشدة هذه باب واسع جدا من أبواب الشيطان الذي من خلاله تدخل الخيانات الكثيرة التي تقع في كل المجتمعات محافظة أو غير محافظة. وهذه الخيانات لا تقع إلا بسبب الشدة التي ينتج عنها البغض والكراهية. بنتنا هنا بتقول عايز أضربه في قلبه بسكينة. هل يصف الرجل أهل بيته بالشرشوحة؟ طيب إذا كانت هذه التي سوف تصبح زوجتك شرشوحة، قبلت الزواج من شرشوحة ليه؟ إن كنت قد قبلت الزواج من شرشوحة فأنت تعلن لنفسك أنك مثلها شرشوح. فهل تقبل أن تكون شرشوح؟ هل تقبل أن يقال على أمك وأختك أنهم شرشيح؟ هل تقبل أن يقال على بنتك التي سوف تأتي أنها شرشوحة؟ أكيد لا. وما لا نقبله على أنفسنا لا نقبله أبدا على الناس. وهذه ليست ناس، ليست أي ناس، هذه شق نفسك. النصيحة الأولى لك أيها الشاب، إذا أردت أن تكون حقا من الرجال فعليك بالرفق واللين مع أهل بيتك، وإذا أردت أن تصبح مسلما خلوقا فعليك بالأخلاق والتخلق مع أهل بيتك، وإن أردت أن تكون من زمرة الأمناء فلا أعز من المرأة التي في بيتك التي اتخذتها من أهلها بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله أمانة. ردها إن أردت أن تردها، ولكن ردها سليمة النفس. حين تستحيل بينكم الحياة ردها معززة مكرمة، ولكن أيضا بالأخلاق وليس بالاتهامات. فتش في نفسك، في ذاتك، في تاريخك، ستجد أن أخطاء سيئة قد وقعت أنت فيها أو شاهدتها أو مارستها، وهي التي تدفعك للشك ببنت الناس الطيبين والتعامل معها هذا التعامل السيء. هذه البنت الطيبة التي أحبتك وأخلصت في حبك، فتش في خياناتك واستغفر الله إن لم تكن قد استغفرت، استغفر الله إن كنت قد خنت نفسك، واعلم أن التوبة جامعة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا ولا يغفر أن يشرك به. نصيحتي لك تمسك بهذه الفتاة، تمسكوا بمن يحبكم ولا تفرطوا أبدا فيهن، لأن المرأة هي مرآتك وحياتك وحمايتك، حمايتك لنفسك حين تكون الدنيا مبتسمة، وأيضا حين تغلق عليك بابها. الدنيا حين تغلق الأبواب أمامك، فإن المرأة الزوجة فقط هي التي تأخذ بيدك
فحافظ على هذه الهدية الربانية ولا تغتر بحبها لك. لقد قالت في رسالتها: أصبحت أكره هذا الارتباط وأريد أن أضربه في قلبه مقابل كل إهانة وكسر سببه لي. انتبهوا أيها الأحباب، الحب يأتي بسهولة ويذهب أيضا بسهولة، بسهولة أكبر إن لم نحافظ عليه. والآن أقول لابنتي: يا ابنتي، كل الرجال لا فرق بينهم، لا فرق بين رجل ورجل إلا الاحترام، احترام النفس والذات واحترام لك. إن لم يحترمك فليس رجل. هذا رجل تربى في بيت يقدر المرأة، وهذا نشأ في أسرة لا تعرف للمرأة قيمة، فأي الرجلين تريدي أن تكوني وتكملي معه الحياة؟ دعيني أصارحك، فرسالتك ليست مكتملة. لم تقولي ما هو مستواك الاجتماعي، وما مستواه الاجتماعي، ومستواك العلمي ومستواه العلمي، لأن السرد الذي أرسلتيه يؤكد أنك تتمسكي بي من أجل مغنم ما، مكسب ما، ليس من أجل الحب فقط وبناء أسرة صالحة. أما أنه غني جدا ومن أسرة غنية جدا وأنك تعاني لأن أسرتك ليست في مستواه المادي وأسرته مرتفعة اجتماعيا وعايزة تلتحقي بهذا الارتفاع، هذا مجرد فرض، وأنك تريدي أن تصبري وتتحملي. إذا ما دخلت أسرته ربما يتغير وربما ترتفعي معه، أو أنه هذا الشاب قد أخطأت بالفعل معه ولا تستطيع أن تعودي. إذا كان الأمر الثاني، وهذه مصيبة كبيرة جدا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تكوني أبدا قد وقعت فيها. أما إن كان الأمر الأول وهو فارق المستوى الاجتماعي وفارق المستوى المادي، فخليني أقول لك: لا يا بنتي، إياك تكملي من أجل المكاسب المادية ولا المكاسب الاجتماعية. الله سبحانه وتعالى يعوض العباد، يعوض العباد، وإذا تركنا شيء لله عوضنا بخير منه. الزواج ليس مشروع تجاري أو فرصة يجب اقتناصها. يقول الرسول الكريم: تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: تنكح المرأة لمالها وحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والكلام هنا موجه للرجل وموجه للمرأة. فأنت أخذت شخص أناني مريض يحب نفسه، عانى من مشاكل من صغره ومن طفولته وخلال مشواره، وما زالت هذه المشاكل تتحكم فيه وفي تصرفاته، كيف تتزوجيه وتأمني على نفسك معه؟ بل كيف يأمن هو على نفسه مع زوجة تقول أني أريد أن أطعنه في قلبه؟ يا ابنتي، اتركي هذا الشاب الذي لم يقدر حبك والذي يريد أن يحرمك ما وهبك الله، وهو التفوق الدراسي، وقد تتفوقي عليه هو نفسه في الحياة العملية مستقبلا. وإذا ما أردت أن تختاري، اختار الذي يحبك وأيضا تحبيه. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: ما ترك العبد شيئا لله إلا عوضه خيرا منه. اتركي هذا الشاب لله وسيعودك الله سبحانه وتعالى بخير منه. أصدقائي، أحبائي، أبنائي، أتمنى أن تكتبوا في تعليقاتكم ما هو رأيكم في هذه المشكلة. هل تكمل الفتاة مع هذا الشاب أم تتوقف وتختار غيره وتكمل حياتها مع غيره؟ كما أود أن تشاركونا بمشاكلكم التي تودون أن نناقشها وأن نطرحها أيضا على الأصدقاء، واكتبوا المشكلة في الإيميل الذي يظهر الآن على الشاشة. هذا الإيميل مخصص لتلقي هذه المشاكل، وأيضا سوف تجدوا الإيميل في صندوق الوصف الموجود أسفل هذه القناة. كمان أحب أفكر حضرتك وحضرتك، إن لم تكونوا قد شرفتمونا بالاشتراك في هذه القناة فشرفونا بالاشتراك في القناة، وأيضا بالاشتراك في القناة البديلة استوديو ماجد عبدالله، لأن هذه القناة لا قدر الله معرضة للإغلاق. وهذا ماجد عبدالله يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ليست حكايات ولكن حكايات الناس، حكايات الناس، حكايات الناس. أوجاع، أوجاع.
أحلام. أحلام حكايات الناس لا تنتهي، أعمارنا حروف، أيامنا حكايات، لا تكسروا أقلامنا. اقرأوا الحكايات لأنها ليست حكايات ولكن يرويها ماجد عبد الله.